المجلس على سياسة توافقية والأمر واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. ما نقدرش الآن نصرح حق خليه. بهذه الكلمات أراد المشري أن يبدأ عهدا جديدا للمجلس بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 صوتا، ولكن اعتراض تكالى على عدم احتساب إحدى الأصوات التي ألغيت بداء التمييز أفسد فرحة المشري بالفوز. ما حدث اليوم هو استقطاب حاد جدا لم يحدث في المجلس سابقا. ما حدث من استبعاد ورقة أو القبول باستبعادها في البداية والرفض في النهاية أو ادعاء أن لم يتم القبول من البداية، هذا أمر عادة يرجع فيه للائحة الداخلية ويرجع للجنة القانونية في المجلس. تكالى أعلن رفع الجلسة وتحويلها إلى القضاء وتكليف النائب الأول بتسيير أعمال المجلس، فيما تشبت المشري بالمادة 97 التي تعد كل ورقة تتضمن علامة تعريف أو تمييز ملغية ولا يعتد بها، معتبرا الكتابة من الخلف تمييزا واضحا. ورقة واحدة كتب عليها من الخلف هي من تسببت في الانقسام بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة، فمنهم من قبل بفوز المشري وآخرون تمسكوا ببقاء تكالى حتى يحسم القضاء في ذلك، فكيف سيؤثر هذا الانقسام على سير العملية السياسية في ليبيا وذهابها نحو الانتخابات العامة؟ منير الأشهب، طرابلس، العربية.